يلا بينا دلوقتي نروح لزميلتنا منى الشرقاوي عشان نتعرف منها على اخبار المرور والطقس والعملات واسعار الذهب. صباح الخير منى. صباح الخير يا مصطفى. صباح الخير يا بسند. طمنينا على حاله الجو. جو النهارده لطيف، يعني احنا خلاص في الصيف فطبعا الجو حر، احنا زياده عن امبارح بدرجه واحده، لكن الامور طيبه. يعني الرطوبه عامله ايه؟ عاليه وهنحس بالرطوبه النهارده كمان بالزياده. مستمره شويه. ربنا يلطف بينا. ربنا كريم. صباح الخير عليكم. صباح الخير. صباح الخير على كل مشاهدينا. خلينا نستعرض مع حضراتكم احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبتدي على طول جولتنا من القاهره. كوبري 15 مايو زي ما احنا شايفين، شايف سيوله مروريه نسبيه، والكورنيش هنلاقي فيه كثافات مروريه بسيطه بتزيد مع الوقت للمتجه لميدان التحرير. كمان هنلاقي بعض الكثافات للي هيكمل للمعادي وحلوان. لو بصينا على طريق الاوتوستراد للي جاي من الاتجاهين وللي جاي من مناطق التبين اتجاه منطقه المعادي، هنلاقيه مغلق وفي تحويل لحركه المرور، وده للاتجاه الاخر لمده 90 يوم، وده زي ما احنا عارفين تزامنا مع القيام بتنفيذ اعمال مشروع القطار الكهربائي السريع مرورا على طريق الاوتوستراد بجوار القوميه للاسمنت. خلينا نشوف مع بعض طريق مطلع المقطم المتجه لمحور صلاح سالم، هنلاقيه برضو مغلق لمنتصف أغسطس، ونروح في اتجاه كوبري أكتوبر لمناطق الإسعاف ورمسيس، احنا شايفين كثافة مرورية على طول كوبري أكتوبر ولغاية نزلة غمرة في العباسية، وده شيء معروف في هذا التوقيت. المتجه لبورسعيد والشربية وحدائق القبة ولغاية كوبري السواح والأميرية والعكس، هيلاقي كثافات عند كوبري الزاوية الحمراء ومنطقة الويلي. الناس بقى اللي عند الطريق الدائري ياخدوا بالهم ان في غلق جزئي بسبب أعمال توسعة الطريق للي جاي من اتجاه المرج اتجاه السلام في الوصلة من منزل الطريق الدائري اتجاه شارع السادات ولغاية مطلع الطريق الدائري من طريق جالاكسو. طبعا احنا عارفين ان ده هيستمر معانا لمدة اسبوعين. خلينا بقى كمان نشوف اللي مكمل الطريق الدائري، هنلاقي برضو في بعض الكثافات عند نزلة اليوم ونزلة المحور. اجمالا مفيش كثافات مرورية معطلة للطريق، لكن في كثافات متحركة في القاهرة الكبرى. خلينا بقى نروح لشوارع الجيزة، احنا عارفين ان الجيزة هنلاقي فيها بعض الكثافات المرورية اللي هتزيد مع الوصول لساعات الذروة الصباحية، واحنا عارفين ان برضو في تحويلات مرورية لمدة 3 أسابيع لتنفيذ الأعمال الإنشائية لكوبري سيارات المستحدث بشارع السودان بالجيزة، هيربط بين محور الفريق كمال عامر بمحور صفت اللبن وشارع السودان. نبتدي على طول من محور 26 يوليو. 26 يوليو هنلاقي فيه بعض الكثافات المرورية للمتجه لميدان لبنان، هتقل الكثافات دي لغاية ما بنوصل لنادي الزمالك ومطلع كوبري 15 مايو، هنلاقي تحويلات مرورية بسبب إنشاء محور 26 يوليو الجديد، وده طبعا بيستلزم غلق كلي لطريق البراجيل قدام حركة المرور تحديدا في الاتجاه اللي جاي من أسفل الطريق الدائري اتجاه مناطق كوبري المطار ومحور أحمد عرابي. احنا عارفين ان في تحويلات مرورية اتكلمنا عليها قبل كده، حركة سير المركبات الجاية من مناطق وسيم وأسفل الطريق الدائري ومحور صفت اللبن، كمان هنلاقي فيه كثافات مرورية بتزيد قبل شارع جامعة القاهرة. لو رحنا بقى في اتجاه شارع الهرم هنلاقي طبعا الكثافات المرورية البسيطة هتظهر في مناطق مشعل، وهنلاقي كمان شارع العشرين لغاية الطلبية والكثافات العالية للمتجه لكوبري الجيزة وشارع فيصل بمنطقة الطوابق لغاية العشرين، هنلاقي برضو كثافات مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية في التوقيت ده. نروح بقى لمحافظة الإسماعيلية ونشوف اللي رايح المحافظة من خلال الطريق الصحراوي، هنلاقي سيورة مرورية كبيرة جدا بتستمر من أول القاهرة ولغاية مدخل المدينة للمتجه من الطريق الزراعي. طريق ترعة الإسماعيلية والطريق ده كويس جدا، مش هنلاقي فيه غير بعض الكثافات البسيطة عند مدخل عدد من المدن على طول الطريق. لما بصينا بقى على جوه شوارع المدينة هنلاقي سيولة مرورية كبيرة ومش هنلاقي أي تكتلات مرورية خصوصا على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية. أما بقى طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل ما بين الجامعة والاستاد ومجمع المحاكم برضو هنلاقي فيه سيولة ما عدا الكثافات المتحركة اللي مش هتأثر على حركة الطريق. خلينا نبص بقى للي رايح لبورسعيد، في سيولة مرورية تامة في طريق الإسماعيلية بورسعيد. خلينا بقى نتحول من منطقة القناة ونشوف الصعيد وجنوب الصعيد.
عندنا محافظة سوهاج زي ما احنا شايفين، هنبتدي من محطة قطر سوهاج اللي الطريق فيه هنلاقي فيه بعض الكثافات النسبية بطبيعة الحال، وهنمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط بين أكتر من طريق رئيسي، وهنلاقي فيه سيولة مرورية، لكن طبعا هنلاقي بعض الكثافات أعلى نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي للجامعة هنلاقي فيه كثافة نسبية، والطريق اللي عند مستشفى جامعة سوهاج كمان هنلاقي كثافات مرورية بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. طريق المنشية وطريق أخميم جرجة هنلاقي فيه برضو سيولة مرورية في الاتجاهين للي جاي من مدينة سوهاج أو العكس. وأخيرا لو بصينا على طريق أسوان الزراعي الغربي هنلاقي فيه سيولة مرورية تامة. كده احنا خلصنا الأحوال المرورية في كتير من المحافظات، خلينا بقى نتابع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. الدولار الأمريكي 18 جنيه 72 قرش للشراء، 18 جنيه و 80 قرش للبيع. اليورو 19 جنيه 75 قرش للشراء، 19 جنيه 84 قرش للبيع. الجنيه الاسترليني بيسجل 22 جنيه 88 قرش للشراء، 22 جنيه 99 قرش للبيع. والفرنك السويسري بيسجل 19 جنيه 58 قرش للشراء، 19 جنيه 67 قرش للبيع. اليوان الصيني بيسجل 2 جنيه 79 قرش للشراء، 2 جنيه 80 قرش للبيع. الريال السعودي 4 جنيه 98 قرش للشراء، 5 جنيه وقرش واحد للبيع. الدينار الكويتي 61 جنيه للشراء، 61 جنيه و33 قرش للبيع. أما الدرهم الإماراتي 5 جنيه و9 قروش للشراء، 5 جنيه و12 قرش للبيع. ومن أسعار العملات خلينا نتحول لمتوسط أسعار الذهب ونشوف مع بعض الجرام سجل كام. عيار 18 الجرام سعر السوق فيه بيسجل 859 جنيه، عيار 21 بيسجل 1002 جنيه للجرام، عيار 24 بيسجل 1145 جنيه للجرام، والجنيه الذهب بيسجل 8016 جنيه. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نستعرض معاكم جولة سريعة في أحوال الطقس النهاردة اللي هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وهنلاقي نشاط للرياح على بعض المناطق، ده غير ان احنا عارفين ان في ارتفاع في نسبة الرطوبة بالنهار، وده هيزود الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بمعدل درجتين لثلاث درجات. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 34 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في أبو سمبل 41 درجة، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 29 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد قليل.